اوبا، كريم فكن عبد العزيز واحمد فكن عز. ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده. وعلى فكره يا جماعه، الحلقه دي بتتصور تقريبا من 3 ايام، فانا بتاسف لو الحلقه دي هتنزل متاخر. فانتوا لو حرفيا شفتوا الحلقه النهارده او بكره او بعده، اعرفوا ان الحلقه دي نزلت وقت صدور التريلر بتاع فيلم كيرا والجن. بس انا مع الاسف ما لحقتش ان انا اعملها اديتنج وانزلها في ميعادها، لان انا اليومين دول او حرفيا الفتره دي مشغول، بس معلش شويه. فهتشوفوا الحلقه ممكن بعدها بيوم او بيومين او بثلاثه، يعني ما اعرفش، يعني على حسب انا ومواعيدي، معلش يعني انا اسف. فانا كده كده كنت لازم اعملها، على الرغم ان انا كان عندي مشكله. للناس اللي ما تعرفش، انا يعني بسم الله ما شاء الله لبست سترايك من كام شهر. كنت بعمل تريلر رياكشن، مش لازم اقول بقى تريلر رياكشن لاني فيلم من الافلام، فللاسف لبست سترايك. فكنت بصراحه كنت يعني حالف ان انا مش عايز اعمل تريلر رياكشن تاني غير لما سترايك دي تروح، لان انا بصراحه سترايك كمان وحرفيا حلغي يعني فكره ان انا اعمل تريلر رياكشن نهائيا في القناه، لان بصراحه العمليه مش ناقصه، لان سترايك ثالثه بالسلامه كده، هوم سينما باي باي. فشغل 3 سنين ولا شغل 4 سنين هيروح في ثانيه كده في مجرد تريلر لفيلم من الافلام الكحيانه، اللي هي حتى يعني ملهاش لازمه الواحد يتكلم عليها. هو كان فيلم من الافلام الكحيانه، يعني هو كان فيلم عربي عامه، ما كانش فيلم انجلش، بس مش لازم نقول الاسم، ما علينا. فعشان كده بقول لكم، انا اصلا كنت لحد اخر لحظه كنت متردد هل فعلا اعمل التريلر رياكشن للفيلم ده ولا لا، على الرغم ان هو واحد من اكتر الافلام المرتقبه في سنه 2022، لان خصوصا الفيلم ده اللي اعرفه ان هو بيتحضره تقريبا من 3 سنين، فيعني شغل عالي. يعني نيجي نشوف على طول الكاست بتاعنا. طبعا الفيلم من تاليف او روايه احمد مراد، احنا قلنا لثوره 1919، او الكتاب بتاعه اللي هو 1919. وطبعا المخرج بتاعنا مروان حامد، المخرج بتاع الفيل الازرق الجزء الاول والثاني، وافلام بقى تانية كتيره، تراب الماس والكلام ده كله. عندنا في الكاست ليست هو كريم عبد العزيز، احمد عز، هند صبري، روبي، احمد مالك، عرف عبد الرسول، هدى المفتي، ياسين امير، ما اعرفش مين ياسين امير، علي قاسم، احمد عبد الله محمود، بحبه الولد ده بصراحه، بحب الممثل ده، تمثيله حلو، سيد رجب، اياد نصار. في ممثلين الظاهر يعني في ناس كتيره جدا، وهيبقى الظاهر ان هيبقى في كمان كيميوز كتيره جدا في الفيلم ده. طبينا نبدا في التريلر رياكشن بتاعنا لفيلم الكيرة والجن سينما ستيفلر رياكشن. يلا بينا. عبد القادر الجن عاشر مالك جورج الخامد في البداية قال اللي بيتعرض له اجيب لي الباب افتكر الاسم وان ذات وان شو اسمها سيستر فاليو الترومايد عاد ابن صارما يا ابو كان عايز ياخد القنبين المقاومة هي الحاجة الوحيدة اللي هتضغط عليها الانجليز عملوا زيارة هتقول حاجة يا حبيب الانجليز هتفضل ساكت لحد امتى؟ انت مين يا جدع انت؟ اللي عمل كده؟ كل واحد يحكي خط سيره. ما كانش في بنت في البر بتعرف تكسر عقد القصب زي ده. Have been traced to the scene of every operation you've carried out.
الشنبات اللي في خلاقكوا دي. اوكي بصوا بصراحه اي لايكت ات. يعني من كام يوم يا جماعه البوستر قبل ما عملت يعني تريلر رياكشن او قبل ما ينزل حتى التريلر من كام يوم او كان تقريبا من فتره كان نزل البوستر بتاع الفيلم. وبصراحه لما شفت البوستر بتاع الفيلم ما عجبنيش. يعني البوستر بتاع الفيلم بصراحه يعني تحس ان هو معمول فوتوشوب من تحت بير السلم. يعني بجد تحس ان هو يعني بوستر فيلم معمول ب2 جنيه ونص. بس لما اتفرجت على التريلر بصراحه عجبني. في شويه شغل بصراحه حلو جدا. مروان حامد يعني كالعاده بجد البصمه بتاعته. الميوزك ساوند تراك بتاع هشام نزيه طبعا مش طبيعي. انا طبعا من الناس اللي للاسف ما قريتش الروايه بتاعه 1919، فانا مش هكون من اكتر الناس او مش هكون من احسن الناس اللي تقدر تقرر هل البرودكت ده او المنتج ده اللي طلع لنا على الشاشه هل ممكن يكون فعلا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه مقارنه مع الروايه. خصوصا انا برضو انا للاسف ما قريتش ولا روايه لروايات احمد مراد، على الرغم انا بحب القرايه بس انا للاسف مش بقرا حاجات عربي. يعني ففي ناس كتير مثلا قالت ان الفيل الازرق الروايه احلى من الفيلم، في ناس برضو قالت ان تراب الماس الروايه احلى من الفيلم. فانا ما اعرفش بقى ده هيكون ايه بالنسبه له. بالنسبه للفيلم عندي مشكله ان للاسف يعني، بس انا ما اعرفش ليه. يعني انا واحد زي ما قلت لكم ما قريتش الروايه، بس مش عارف ليه حاسس ان لو احمد عز كان عمل دور كريم عبد العزيز وكريم عبد العزيز كان عمل دور احمد عز كان هيبقى احسن. يعني مثلا لو كان عز عمل دور كيرا وكريم عمل دور الجن كان هيبقى احسن. لان اكون صريح معاكم وانا بتفرج على التريلر دي برضو من الحاجات اللي انا انتبهت ليها جدا، حاسس ان كريم عبد العزيز زي ما سبته في دور الاختيار الجزء الثالث جاي ولقيته هنا. يعني حاسس ان انا سبته هنا جيت لقيته هنا. واحمد عز حاسس ان انا سايب دوره في ولاد رزق الجزء الاول او الثاني، حاسس ان انا لقيت احمد عز هو بتاع دور رضا في ولاد رزق الجزء الاول والجزء الثاني في الفيلم ده. فمش عارف كبوينت اوف فيو مش عارف يعني حاسس لو كان الدور كان اتعكس انا شايف من وجهه نظري كان هيبقى احسن وكنا هنشوف حاجه جديده من كريم عبد العزيز حتى. فعشان كده بقول لكم انا ممكن ما اكونش من احسن الناس اللي ممكن تقيم حاجه زي كده، لان انا زي ما قلت لكم ما قريتش الروايه، ومش شرط ان الفيلم يبقى زي الروايه او مش شرط الروايه تبقى زي الفيلم. لان مش عارف تيجي نفسس، تعال نفسس في الفيلم كده ونشوف التريلر ماشي على ايه، ونشوف كده لو في شويه كومنتس عايزين نضيفها. يعني اهو مثلا يعني مثلا الشوت ده عجبني جدا بصراحه، حته كده بي او في يا باشا، واحده بي او في يعني بص من الاخر، حاجه من الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش في السينما المصريه لا مؤاخذه. يعني شويه اكشن نظيف، شويه اكشن نظيف من الاخر. يعني صوره من صور القاهره بواحده من احدى الكاميرات الدرون اللي بتتصور، شويه شغل عالي، شكلنا داخلين على منعطف تاريخي يا باشا. اكتر الحاجات اللي بسطاني موجوده في الفيلم هو احمد مالك، وممكن يكون في ناس كثيره جدا مش حابه مالك، بس انا بصراحه بحبه جدا كممثل وحاسس ان هو هيثبت. يعني انا حاسس ان احمد مالك هيكون واحد من اكتر الممثلين في الفيلم ده، هيبقى كسبورتنج رول هيعمل من افضل الادوار، انا متاكد مليون في المية. يعني هيعمل دور، يعني قبل ما اشوف الفيلم اهو هيعمل دور احسن من سيد رجب، وهيعمل دور احسن من علي قاسم، ودول بكلمكم على السبورتنج اكترز يعني، وعلي محمود عبد الله اي ثينك ايه كان اسمه مش فاكر سقطت اسمه يعني. فحاسس ان هو هيعمل دور جامد بصراحه يعني. وهنشوف مفاجاه لسيد رجب، انا متاكد برضه سيد رجب انا متاكد ان هيعمل دور مفاجاه في الفيلم ده، وهو وراه على فكره، هو تقريبا بيصدر وراه. جماعه الراجل ده اللي ما يعرفوش، ده اللي كان طالع في مسلسل بيكي بلايندرز. عشان في ناس كتيره جدا ما كانت عماله تسال مين ده يا جماعه، الراجل ده اللي كان طالع في بيكي بلايندرز. ولو مش مصدقني خشوا دوروا ورايا على المعلومه دي. الراجل ده كان طالع في بيكي بلايندرز تقريبا على ما اعتقد كان اسمه، مش فاكر كان اسمه ايه، كان اسمه جورج والله ما فاكر، مش فاكر، هخش اجيب لكم اهو يا جماعه. بصوا عشان بصوا ما تقولوش ان انا بهبد ولا حاجه، يعني اهو اسمه سام عز هازل دين، تمام اهو كان طالع في بريكي بلايندرز كان اسمه جورج زي ما انا قلت اهو. يعني عيب لمؤاخذه تراجع ورايا، يعني احنا مش بتوع بطاطا يعني لمؤاخذه. يعني هو بيكي بلايندرز ده ولا مش بيكي بلايندرز يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ عجباني قوي الصوره، يعني تحس صوره واحده، صوره ريترو كده من ايام الزمن الجميل. عجبني قوي الشوت ده، عجبني فشخ والله العظيم. ثلاثه تحس ان هو كان ممكن يبروز كده.
طب انا اقول لكم على حاجه، انا اراضي ذمتكم، اراضي ذمتكم، مش لما شفتوا الكادر ده او شفتوا الشوت ده مش فكركم ببيكي بلايندرز والافلام، بلاش بيكي بلايندرز، فكركم بافلام الويسترن بتاعت زمان. انا اول لما شفت المشهد ده جه في دماغي على طول بيكي بلايندرز مثلا. عندنا الممثل الاولاني احمد كيرة كريم عبد العزيز، والممثل الثاني اللي عندنا هو احمد عز في دور عبد الجن تقريبا كان اسمه، اي ثينك عبد الجن، هو الجن يعني وخلاص. ممكن اسالكم سؤال؟ يعني تعالوا بصوا معايا كده على الحته دي، لو الحته دي ما فكرتكوش بولاد رزق الجزء الثاني يبقى انا ما اعرفش حاجه يا جماعه. بذمتكم مش تحسوا ان هو عربجي رضا برضو بتاع اولاد رزق؟ مش هو صح؟ ما علينا نكمل. هند صبري من الممثلات اللي فعلا منتظر اشوف دورها في الفيلم ده، وحاسس ان هي هتعمل دور برضو يعني استونش. يعني انا بجد مبسوط ان هند صبري موجوده في فيلم زي ده، ومدين حق الليدنج اكترسز في الفيلم ده، او بمعنى الاصح الليدنج اكترس مش الليدنج اكترسز، لان انا ما شفتش مثلا ممثله تانية ممكن تطلع معاها دور بطوله. اي ثينك هدى المفتي، بس هدى المفتي سنتها ليدنج اكترس، فانا مبسوط ان في برضو ليدنج اكترس معاهم في المقاومه دي. يعني مش مجرد ان هو احمد عز وكريم عبد العزيز وخلاص، وبس جاست اكتورز ان ا ليدنج رول، يعني برضو في كان ايه الجنس الثاني او الجنس الناعم. سيد رجب من الممثلين اللي في الفيلم بجد حقيقي، اقسم بالله انا حرفيا ما سمعتلوش حوار في الفيلم كله، ودي برضو على فكره من الحاجه اللي ما عجبتنيش في التريلر، ان الميوزك ورا او الساوند تراك بتاع الفيلم او بتاع التريلر اعلى بكتير جدا من الحوار اللي موجود في التريلر. يعني انا سيد رجب حرفيا عمال يتكلم وعمال يقول انا بحاول اسمع اي حاجه، مش عارف اسمع اي كلمه سيد رجب قالها من اول التريلر. سحرتني ولا فشختني تقريبا هنا هيبدا ان هو يبقى فيه هو تقريبا كريم عبد العزيز واحمد عز ما يعرفوش بعض في الفيلم ده، هم يبتدوا يتعرفوا على بعض بقى اثناء المقاومه بتاعت الانجليز والكلام ده كله. وبرده من الحاجات اللي جت في دماغي وانا بتفرج على التريلر ده، حسيت ان برده يعني الفيلم رايح على حرب كرموز 2، فاتمنى ده ما يحصلش. ما اعرفش ليه جالي الايحاء ده، حرب كرموز فشخ بقى. هو تقريبا ما يعرفوش بعض هنا، فابتدوا ان هم يعملوا يعني يتعرفوا على بعض تقريبا، حاسس ان هيبقى في وسيط ما بينهم ان هو يجمعهم هم الاثنين مع بعض ويتجمعوا. اصل التريلر ده يعني شفت كذا مره كريم عبد العزيز واحمد عز مع بعض ويهزروا مع بعض وبعد كده يتخانقوا ويتكلموا مع بعض وبعد كده يتعاركوا مع بعض وعايزين يموتوا بعض، فانا مش عارف بالظبط هم عايزين ايه. يعني حاسس ان ممكن مثلا من نظرتي الهبدولوجيه اللي ممكن تبقى في الفيلم، ان هم هيتفقوا مع بعض على حاجه وحد منهم هم الاثنين هيغير قراره، فده هيامباكت على القصه بتاعه الفيلم. وتقريبا ممكن يكون احمد عز بما ان اسمه الجن في الفيلم، احمد عز ممكن يغير حاجه في الاتفاق مع كريم عبد العزيز، فهيليد ان هم الاثنين هيتخانقوا، فحاسس ان واحد منهم هم الاثنين ممكن يموتوا، وغالبا ممكن اللي يموت احمد عز، مش عارف ليه. يعني تخيلوا كل ده اللي انا جبته من الكادر اللي قدامي ده، ما جبتش حاجه من عندي، من الكادر اللي قدامي ومن البصه دي يعني تقريبا جبت 60% من الفيلم مثلا. يعني الله، على فكره لو الفيلم فعلا طلع زي ما انا قلت انا بصراحه استاهل الاوسكار. يعني عجبني برضو ان في الشخصيه دي اللي هي كان اسمها تقريبا رزان جمال، اللي كانت طلع في مسلسل ما وراء الطبيعه مع احمد امين، كان من ساعتها انا ما شفتهاش تاني، ما اعرفش اذا كان هي كانت عملت فيلم او مسلسل تاني بعد ما وراء الطبيعه، بس انا بجد حرفيا مبسوط ان شخصيه زي دي موجوده في الفيلم، لان لو قلت لي طب مين كان ممكن ينفع مكانها كنت هقول لك كارمن بصيص اللي كانت موجوده في فيلم العارف عوده يونس، بس كنت هقول لك برده لا كارمن بصيص كفايه، لان انا اوريدي شايف يعني اتفرجت على اعمال كتيره جدا الفتره اللي فاتت، يعني كان فيها كارمن بصيص، بس كفايه كارمن بصيص يعني عشان ما نحسش ان هم عاملين يجيبوا نفس الممثلين بتوع كل نفس الافلام. يعني كفايه ان في كريم وعز، كريم لسه زي ما قلت خارجين من الاختيار ثلاثه، وعز تحس ان انا كنت سايبه في ولاد رزق جيت لقيته هنا، فكويس ان في برضو التجديد مطلوب. برضو نقاشات بين الفريق كريم عبد العزيز واحمد عز كيرة والجن، ومعاهم تقريبا هيبقى سعد زغلول، مش عارف ليه عندي احساس ان سيد رجب ممكن يبقى سعد زغلول في الفيلم ده، ولو فكرتوا فيها يعني هاتوا صوره مثلا كده لسيد رجب وحطوها جنب سعد زغلول هتلاقي الاثنين شبه بعض فشخ. وبصراحه لو مش سيد رجب هيبقى سعد زغلول هتبقى يعني غريبه قوي. يعني انا اول ما شفت المشهد ده ما اعرفش ليه جه في دماغي دانكرك احمد عز وهو بيقول لك مين يعمل كده. احمد عز لو ما حزقش في لقطه من لقطات الفيلم بتاعه ممكن يحصل له حاجه يعني، وهيموت ويورينا عضله التراي والباي. خناقه بين احمد عز وكريم عبد العزيز تقريبا هتبدا من هنا، وزي ما قلت لكم حاسس ان كريم عبد العزيز ممكن يخون احمد عز مثلا
في حاجة من الحاجات وهيبدأوا ان هم يتخانقوا معاهم هند صبري في الكادر ده، فتقريبا هي اللي هتصالحهم على بعض وهتقول لهم لا ما حصلش ومش عارف ايه، استهدوا بالله يا جدعان انتوا تيم مع بعض وعايزين نحارب الانجليز وفككم الهكس اللي انتوا بتعملوه ده. ده حاسس ان ده اللي هيحصل. مقاومة شعبية في احدى الاراضي القاهرة بين الانجليز والمصريين تقريبا على ما اعتقد، انا شايف طرابيش كتير ماشية في الشارع صراحة، واحد شط مجاميع بصراحة يعني تحس ان هو مطعوف. يا جدعان مروان حامد مروان حامد يعني مش اي حاجة، لو مش مروان حامد بجد ما يطلعش شط او كادر زي ده بصراحة. شوية شطات مجاميع عدت من قدامي في 4-5 ثواني بصراحة شابوه، انا بجد يعني من اكتر الحاجات اللي بجد عجباني في الفيلم ده الادوار المجاميع اللي ورا، وبجد يعني في شغل حلو بجد بامانه، في شغل حلو. عشان كده انا حسيت ان ممكن يكون ده سبب من الاسباب برضو ان الفيلم قعد فتره طويله جدا ان هو يتعمل، ان تحس ان هو في شغل كتير يعني، او يعني شغل مصروف عليه يعني ومعمول كل حاجه بالسنتيمتر يعني. This is a nice shot. This is a nice shot يا باشا، يعني حرفيا واحد زق واحد وقع في النار تحس ان هو بجد. اشوف مش عارف اذا كان ممكن يكون بجد ولا لا، يعني انا مش من يعني من الناس اللي ممكن تقدر تحكم على حاجه زي دي مثلا، بس this is a nice shot بصراحه. يعني دي واحده سكرين سيفر يا باشا، او بلاش سكرين سيفر، واحده ست باك جراوند كده على الديسك توب، انما ايه عسل. الراجل ده تحس ان هو هيطلع نفس دور سكوت أتكنز بويكا في دور في حرب كرموز، هيطلع برضو الشخص الفشيخ الشخص اللي هو الجامد. وطبعا في الآخر جماعة والنبي بصوا يعني والنبي أنا بجد دلوقتي بقول مجرد يعني فاتس من عندي والنبي أبوس إيديكو، مش عايز أشوف المشهد ده في السينما والنبي، عشان أنا بس يعني مرتي ما بتستحملش، أقسم بالله مرتي ما بتستحملش. الراجل ده لو طالع جامد في الفيلم يعني أكيد وش مش جامد كبنية جسمية يعني مش جامد عضل وبتاع، بس هيبقى اكيد جامد في حته التخطيطات، حته اللي هو يضحك على الناس، يعني جامد فكريا وليس جسديا. فابوس ايديكو يعني انا مش هشوف المنظر ده في نفس المنظر اللي شفته في الفيلم بتاع حرب كرموز. داخل الفيلم امير سكوت أتكنز فاشخ حاجه اسمها امير كرارة في الفيلم، وفي الاخر امير كرارة راح مديله بالرجل ويقول له سلام يا خواجه، والسينما كلها تسقف وتصيف وتهيص ويقفوا والوقت تحيه الوحده الوطنيه والهلال مع الصليب قشطه مربع حليب. انا ما بحبش الكلام ده بقى، الحاجات دي بجد بتخنقني يعني بجد. انا المنظر ده مش هشوفه في الفيلم ده انا مش هشوفه. يعني الراجل ده شكله الظاهر ان هو دماغ من اول الفيلم عمال يخطط لهم في حاجه، عايز يصطاد كير، عايز يصطاد الجن، وعايز يخبطهم في بعض، عايز يوقعهم في بعض، وعايز يموتهم. فالنبي مش عايز اشوف المشهد ده في الاخر اللي هو كريم عبد العزيز واحمد عز مع بعض، والراجل ده موجود تقريبا هيطلع اسمه هارفي، ويبقى موجودين هما الثلاثه والاثنين التانيين عمالين يفشخوا في ده، وفي الاخر بقى حته بقى جدعانه بقى ووطنيه والاثنين يدوا البوكس في وقت واحد لهارفي، وتلاقي بقى السينما كلها هيصه وتطحيه مصر ومش عارف. والنبي مش عايز اشوف الحته دي في السينما يعني، يعني والنبي يعني مش لازم، يعني مش لازم تدينا واحد يعني يعني ما تديناش واحد مش عارف اكمل الجمله يعني من كتر الكليشيه والكرينجينس دي عماله اتخيلها في دماغي بجد حقيقه. انا شفتها في افلام كتيره جدا ريسنتلي في اخر 10 سنين في الافلام المصريه في السينما. فابوس ايديكو مش عايز نفس السيناريو ده يتكرر في الفيلم ده، ابوس ايديكو يعني هيبقى كرينجينس من الصبح، من هنا للسنه الجايه هتلاقي الناس هتسقف بتاع نص ساعه، خصوصا الفيلم 3 ساعات وحاجه يعني. فالنبي مش هشوف المشهد ده في السينما. المشهد ده برضه فشيخ، المشهد ده عجبني جدا، وللاسف انا مع الاسف مش عارف اسم الراجل ده، او كل مره بنسى اسمه. الراجل ده اللي كان طالع فيه تراب الماس للاسف مش فاكر اسمه. الممثل ده على فكره تقيل جدا، والممثل ده للاسف مش اخد حقه. الممثل ده كان عامل حته دين دور في تراب الماس ملوش حل، كان تقريبا كان واحده من البانش لاينز اللي كان بيقولها اللي هو اهلا بالموت على ايد واحد فقير زيك اي ثينك يعني، واي ثينك دي كانت الجمله اللي كانت قفل بيها تريلر بتاع تراب الماس اي ثينك يعني. الراجل ده يا جدعان والله ممثل تقيل فشخ. المشهد ده هيكون موجود في نص الفيلم زي ما انا متوقع، وهيبقى فيه صراع ما بينهم هما الاثنين، وهيبقوا اصحاب وصراع واصحاب وصراع واصحاب لحد في الاخر ما هيهزموا وات ايفر هو از ذا فيلن ويل بي اللي هو هارفي ده اكيد. بس ابوس ايديكم مش هشوف المشهد اللي انا قلت لكم عليه ده عشان ما اتعبش نفسيا. بس عجبني قوي برده السين ده اللي فيه ده برده لذيذ، انجليز ايه شنبكوا ده عجبني اللي فيه لذيذ، بس برده حاسس ان انا بتفرج على رضا في ولاد رزق بجد بمنتهى الامانه يعني. اوكي كيرا والجن على الروايه 19/19 يا جماعه، هينزل الفيلم في اخر الشهر ده ان شاء الله باذن الله 30/6 اي ثينك 30/6 هينزل 30/6
هينزل 30/6. اشمعنى 30/6؟ ما علينا، هو اكيد هينزل 30/6. هو مش 30/6 ده حرب، كانت حرب الاستنزاف يا جماعه. ما علينا، شغل بقى الكونسبيرسي ثيوريز ده بتاع بتاعي ده ملوش لازمه دلوقتي، ملوش علاقه، مش عايزينه، مش خلينا في كيره والجنه. ينزل 30/6، ينزل 20/6، ما ملناش دعوه. الفيلم يا جماعه ينزل 30/6، هينزل قبل عيد الاضحى بتقريبا اسبوع على ما اعتقد. الوقفه بتاعت العيد الاضحى كل سنه وانتم طيبين مقدما يوم 8/7 اي ثينك او 9/7، هيوافق يوم جمعه او سبت حاجه زي كده يعني. فهو الفيلم ده عامل حركه صايعه بصراحه ان هو نازل قبل افلام العيد باسبوع، ودي حركه حلوه جدا منهم ان هو حتى يجمع برضو اودينس على قد ما يقدر قبل زحمه العيد يعني والكلام ده كله، ودي حركه صايعه منهم جدا 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 معك بكامل يعني بكل تاكيد يعني. خصوصا الافلام العيد السنه دي بصراحه شكلها مش هتبقى حلوه، حاسسها هتبقى بايخه. في لحد دلوقتي اللي كونفيرمد اللي هينزل في العيد هو فيلم بحبك اللي هو بتاع تامر حسني، اللي هو طلع تقريبا فيه كل حاجه، تمثيل واخراج وسيناريو وحوار واغاني وانتاج وطلع كل حاجه. وعمهم اي ثينك بتاع محمد امام برضو من الافلام اللي هتبقى موجوده في صلاه العرض في العيد، وده طبعا هيبقى موجود اكيد وش في العيد يعني. وما اعرفش ايه تاني ممكن ينزل، بس طبعا الفيلم ده عشان تبقوا عارفين يعني بس من دلوقتي، الفيلم ده عندي احساس كبير جدا ان هو هيكسر حاجز ال 110 مليون وهيبقى الريكورد الجديد دي السينما في الافلام المصريه كدوماستيك، كدوماستيك يعني كفلوس يعني، مش كبادجت، كفلوس، كايرادات، كايرادات، لان المركز الاول زي ما انتم عارفين هو الفيل الازرق بتقريبا الجزء الثاني اللي هو ب 105 و 106 مليون، والجزء المركز الثاني ولاد رزق الجزء الثاني ب 102 او 103 مليون. فعلى ما اعتقد عندي احساس ان ده هياخد المركز الاول وهيكسر الحاجز بتاع ال 110 مليون، مش عارف ليه يعني. ترقبي للفيلم ده هو 9/10، واتمنى ان هو يسرباس ماي اكسبكتيشن، واتمنى الحاجات اللي انا قلتها في الفيلم يعني اللي قلتها سوري في الفيديو ما تطلعش، علشان لو طلعت يعني انا بصراحه يعني من غير ما شفت يعني من غير ما شفت الفيلم ومن غير ما قريت الروايه فهبقى جامد فشخ لو عرفت كل ده يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم كيره والجن. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للقناه اللي تانية اللي اسمها مالون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضه هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. وباي باي.